يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض القبوريين قد دعونا هذا الولي واستجيب لنا أو استجاب لنا بعد الدعاء فيكون قادرا على ذلك فيجوز دعاؤه، فكيف نرد على هذا؟ يا أخي، حصول المقصود بالشرك لا يدل على الجواز، لأن هذا ابتلاء وامتحان واستدراج من الله عز وجل يستدرجك بذلك، يستدرجك بذلك، أو أن الشيطان اللي يحضر عند القبر والضريح يجيب لك حاجة لأجل أن يضلك عن سبيل الله، لأن الشيطان يقدر ولا يشاف ما يرى ويجيب لك حاجة ويحضرها لك من بعيد. هذا إما أنه استدراج من الله، وإما أنه من الشيطان يريد أن يضلك، وإما أنه صادف قضاء وقدرا، مقدر أنه يجيك هالشيء هذا بهالمكان وبهالوقت بقضاء الله وقدره، ما هو علشان أنك دعوت الميت. والحاصل أن الله نهانا عن ذلك، يكفي يكفي أن الله نهانا عن ذلك، فلا تدعو مع الله أحدا، يكفي هذا. تقول لا ما يكفي أنا بدعو غير الله، إن قلته أنت أهلكت نفسك. نعم.